صاحب الجلالة الملك المعظم فاروق الأول حفظه الله، فأوفد حضرة صاحب المعالي الفريق محمد حيدر باشا وزير الحربية والبحرية إلى العريش نائبا عن جلالته لاستقبال وتحية قوات الفالوجة. وصل معاليه إلى معسكر الفالوجة بالعريش حيث اصطف ضباط وجنود هذه الحامية، فصافح معاليه الأميرالاي السيد طه بيك قائد حامية الفالوجة، وكان يرافق معاليه سعادة اللواء عثمان المهدي باشا واللواء فؤاد صادق باشا قائد القوات المحاربة في فلسطين ولفيف من كبار الضباط. ثم ارتجل معاليه الكلمة الآتية: حضرة قائد حامية الفالوجة وحضرات الضباط وصف الضباط والجنود، لقد تفضل حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم قائد الجيش الأعلى فأوفدني إلى العريش مندوبا عن جلالته لمقابلتكم وإبلاغكم تحيات جلالته وعطفه الكريم وتقديره السامي لشجاعتكم وبطولتكم وأعمالكم الباهرة التي رفعتم بها اسم مصر واسم الجيش. ثم هتف معاليه عاش الملك، فردد الجميع الهتاف، وصافح معاليه بعد ذلك ضباط الحامية وعددا كبيرا من صف الضباط والجنود مندوبين عن إخوانهم جنود الحامية. وكانت الهتافات المدوية بحياة جلالة الفاروق قائد الجيش الأعلى تهز أركان المعسكر. وزار معاليه بعد ذلك مقبرة الشهداء بالعريش ووضع إكليلا فخما من الورد، واستمع معاليه لتلاوة آية الذكر الحكيم، وطلب من الحاضرين قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين جادوا بدمائهم الزكية الطاهرة في سبيل عزة الوطن وكرامته. معاليه ومن معه الى موقع مرتفع بالقرب من رفح، حيث استمع لشرح احد الضباط عن الموقعة الحربية التي دارت رحاها في هذا المكان، وشاهد خريطة تبين الخطط الحربية التي استعملت في هذه الموقعة، واجريت امام معاليه مناورة حربية تمثل المعركة نفسها، وقد استخدمت في هذه المناورة نفس الأسلحة التي استعملت في المعركة وقام بها نفس الجنود. حممها على العدو وتصليه نارا حامية، لقد كان لهذا السلاح القول الفصل في إحراز النصر في هذه المعركة وغيرها، وكان جنود مصر البواسل يتقدمون مخترقين النيران غير آبهين بلهيبه. وقد أعجب معاليه بدقة المناورة العسكرية وبروح الجنود العالية. معالي الوزير بعد ذلك الى مقبرة الشهداء في خان يونس، حيث اجتمع اهلها عن بكرة ابيهم، فهتفوا طويلا بحياة جلالة الفاروق العظيم وجيشه الباسل، ووضع معاليه اكليلا من الورد على قبور الشهداء، وقرأ ومن معه الفاتحة
مترحمين على هؤلاء الأبطال. وفي غزة استقبل معاليه استقبالا حافلا، وأقيمت أقواس النصر، وكتبت عليها عبارات الولاء لجلالة الفاروق العظيم، واصطف أهل غزة، ورفعت الأعلام المصرية على الدور والشرفات، وما اقتربت سيارة معالي الوزير حتى اشتد الهتاف بحياة جلالة الفاروق قائد الجيش الأعلى. وسط هذه المظاهر الناطقة بالحب للفاروق العظيم، وصل معالي مندوب جلالة الملك إلى حديقة البلدية في غزة، وكان في استقبال معاليه اللواء محمود فهمي نعمة الله بيك قائد منطقة غزة، وكثير من الضباط ولفيف من الأعيان، يتقدمهم رشدي بيك الشوى رئيس البلدية. فصافحهم معاليه ودخل الحديقة. على منصة رفعت عليها صورة جلالة الملك المعظم، ارتجل معاليه كلمة بليغة جاء فيها: تؤود أن أبدأ حديثي إلى حضرة رئيس بلدية غزة وحضرات أعيانها ورجالها الكرام، ولكن عندما وصلت إلى هذا المكان رأيت أن أستسمحكم بأن أوجه كلمتي لحضرات الضباط الموجودين هنا. حضرات ضباط الجيش المصري، لقد تفضل حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم فأوفدني لمقابلة قائد وضباط وصف ضباط وجنود لواء الفالوجة لإبلاغهم تحيات جلالته وعطفه الكريم وتقديره السامي للبطولة الفائقة التي أبدوها في الأربعة أشهر الأخيرة. ثم استمع لكلمة الترحيب التي ألقاها رئيس بلدية غزة، ثم صافح معاليه جميع الضباط المصريين والسعوديين الذين حضروا الاحتفال. وبعد ذلك زار معاليه مقبرة الشهداء في غزة، ووضع إكليلا من الورد، كما وقف معاليه طويلا أمام قبر الشهيد القائم مقام أحمد بيك عبد العزيز، وقرأ ومن معه الفاتحة على روح الشهداء الأبطال. وفي العريش أقيمت مأدبة الشاي فخمة لتكريم قائد وضباط وصف ضباط وجنود لواء الفالوجة ومندوبين عن جميع الوحدات المعسكرة في العريش، حضرها كبار الضباط الموجودين في فلسطين. وقد